وينضم إلينا من الخليل الدكتور بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل. دكتور الشوبكي، هل أوضحت لنا ما يجري الآن من أخبار ربما تكون متناقضة، ولكن على أي جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان الناطق باسمه يقول إن التوغل البري يتسع تدريجيا، هل هكذا أنت ترى أيضا؟ لا، حقيقة الأمر أن إسرائيل تحاول يعني التلاعب في التصريحات. لا يبدو لي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لديها رؤية واضحة لما يمكن أن تقدم عليه في قطاع غزة، وكل ما هنالك أنها تريد اللحاق بتصريحات مبكرة جدا أطلقتها في بداية هذه الحرب. هذه التصريحات حالت على الأقل دون يعني إمكانية أن تتراجع عنها إسرائيل، وخصوصا حين كانت تتحدث عن الغزو البري والقضاء على حركة حماس ومسألة تهجير يعني مئات آلاف من الفلسطينيين، لتجد نفسها على أرض الواقع بعد أن امتصت الضربة الأولى غير قادرة على تنفيذ كل ما تعهدت به. وأنا كنت أتابعك منذ بدء هذه التغطية يعني على رأس الساعة، كنت أستمع إلى التصريحات الإسرائيلية ولا أعلم إن كنتم دققتم فيها. هناك تغييرات طفيفة فيها شكل من أشكال التراجع من بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو كان يقول في اليوم الأول والثاني والثالث وحتى العاشر سنقضي على حركة حماس. الآن نحن نتحدث عن بنيامين نتنياهو الذي يقول أننا سنقوض قدرات حماس، سنقضي على قدرات حماس. هذا فيه إعادة إدراك من بنيامين نتنياهو إلى أن القضاء على حركة حماس وهدف غير واقعي، لأن حركة حماس غير موجودة فقط في قطاع غزة وليست جماعة مسلحة فقط، ولا يمكن القضاء عليها كونها جزء من النسيج الاجتماعي، بل هي لديها وجود أيضا خارج فلسطين. وربما تعالت أصوات إسرائيلية لتقول أن هذا الهدف هدف غير واقعي، مضافا إلى أهداف أخرى مرتبطة بالتهجير تم رفضها إقليميا وتحديدا من جمهورية مصر العربية. إذا نحن أمام فعلا حالة من التناقض داخل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لكن علينا أن لا نضع كل هذه التصريحات في سلة التناقض. جزء من هذه التصريحات فيها نوع من أنواع التفاهم الضمني مع أطراف أخرى، وأقصد بالتفاهم الضمني لا أقصد فيه نوع من أنواع التواصل، وإنما هو نوع من التراضي إنجاز التعبير ما بين بعض الأطراف التي كان يتوقع أن تدخل في جبهة هذه الصراع، وتحديدا نتحدث عن حزب الله. كان الكثير من الناس يترقبون دخول حزب الله الذي وضع شرطا بتجاوز إسرائيل للخطوط الحمر، وحين تم التنبؤ بماهية الخطوط الحمر قالوا الحرب البرية والغزو البري. لنجد أن الاحتلال الإسرائيلي حتى عندما يقدم على الدخول بريا لا يريد أن يسميها حربا برية ولا غزوا بري، يسميها عملية محدودة النطاق أو استكشاف وجاري التوسع، وكأنه يعني لماذا هنا دكتور شوبكي لماذا يغير الاحتلال في المسميات؟ إن كان يريد أن يقوم بعملية اقتحام بري لماذا لا يسمي الأشياء بمسمياتها؟ برأيي من مصلحة الاحتلال الإسرائيلي أن لا يواجه يعني أطراف عدة في نفس الوقت، وبالتالي وكأنه يقدم لتلك الأطراف يعني المسألة على طبق من فضة، أننا يعني لم نصل إلى الخطوط الحمر التي وضعتموها، وهي يعني المصطلحات فضفاضة قابلة للتأويل، وبالتالي يبقى يعني الطرف الذي يعني يفترض أن يكون في هذه المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي يحافظ على ماء وجهه على الأقل أمام جمهوره. ومن الواضح جدا أنه لا الاحتلال الإسرائيلي ولا الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر ما يجري على الجبهة الشمالية من فلسطين مسألة يعني ضمن الحرب، ويعتبروا يعني من الأمور التي يمكن امتصاصها وتقبلها. بالإضافة إلى ذلك يعني وعودة إلى سؤالك حول تغيير بعض المفردات، جزء من المفردات التي يتم تغييرها منها ما هو مرتبط بالآخرين ونتحدث عن الأطراف الأخرى المحتمل دخولها، لكن منها أيضا ما هو مرتبط بالجمهور الإسرائيلي، أنه بعد فترة من هذه الحرب سيبدأ الجمهور الإسرائيلي ليس في مراجعة السياسات الإسرائيلية، وإنما أيضا في محاسبة القائمين على هذه السياسات. ووجدنا أنه هذا ما دفع بنيامين نتنياهو قبل يعني أقل من 24 ساعة لتحميل مسؤول جهاز الشباك المسؤولية، ثم حذف التغريدة. هذا يعني أنه الآن في محاولة للهروب من المسؤولية من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي، وبالتالي تغيير المصطلحات أولا إلى زاوية أننا نريد القضاء على قدرات حماس، هذا معناه أن بنيامين نتنياهو يريد أن يصل إلى المرحلة التي يقول فيها قضينا على قدرات حماس ولو لم يقضي عليها، لأنه لا يوجد مجال للفحص، لا يوجد مجال لعملية قياس مدى قدرات حماس، وبالتالي حماس ستبقى موجودة، وكأنه هو غير
الآن الأهداف أمام المجتمع الإسرائيلي، بالإضافة إلى أنه هناك ضغط حقيقي الآن على بنيامين نتنياهو في مسألة الأسرى الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية. يوما بعد يوم هناك تزايد في مستوى المسيرات والمظاهرات، بل وصل الأمر إلى أن يضعوا شرطا يعني واضحا أهالي الذين تحتجزهم فصائل المقاومة في قطاع غزة، أنه أي عملية عسكرية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حياة هؤلاء الموجودين في قطاع غزة. ما الذي يعنيه ذلك؟ أن بنيامين نتنياهو لن يواجه هو وجيشه في قطاع غزة فقط المقاومة الفلسطينية، وإنما طيب سيواجه المجتمع الإسرائيلي إذا ما حدث هناك خسائر في الأرواح في صفوفهم.